هو ازاي الانسان مخير وكل حاجة في حياته مكتوبة، حتى مصيره متحدد من قبل ما يتولد؟ امال هو كده اختار ازاي؟ وازاي يتحاسب على حاجة مكتوبة عليه من قبل ما يعملها؟ الفيديو ده مفيد وهيعجبك، تابع للآخر. قبل ما ربنا يخلق الكون ب50,000 سنة كتب كل الأعمال والأقدار لكل حاجة هتحصل لمخلوقاته المسيرة والمخيرة، حتى ورقة الشجر اللي بتسقط في أي زمان أو مكان ربنا كتب هتسقط فين وإمتى وإزاي بمنتهى الدقة. ولما خلق الإنسان إداله حرية التصرف والاختيار، لكن بعلم مسبق منه سبحانه بكل صغيرة وكبيرة الإنسان ده هيعملها. وخلق للإنسان صحيفة بيتجمع فيها كل أعماله اللي عملها بحريته عشان يقرأ وهو بيتحاسب ويعرف ان كل اللي فيها ده هو اللي عمله باختياره، يعني ما كانش غصب عنه او صدفة. وفي نفس الوقت اللي في الصحيفة ده متطابق تماما مع اللي في اللوح المحفوظ. لو هنسميه بلغتنا احنا فممكن نقول انه سجلات الكون. ربنا كتب في السجلات دي كل حاجة هتحصل للكائنات المسيرة وكل حاجة هتحصل من الكائنات المخيرة، يعني الافعال وردودها للكون كله بمعنى اوضح. بما ان ربنا هو اللي خالق الزمان والمكان فهو سبحانه عارف كل فترة في الزمن هيحصل فيها ايه، فاصبح الانسان مثلا عند ربنا مسير ومخير في نفس الوقت، مسير في القدر اللي ربنا كتبه بعلمه عن اختيار الانسان ده نفسه، ومخير في التصرف اللي عمله فترتب عليه حاجات معينة كان ربنا بالفعل عارفها وكاتبها. نقول مثل صغير نوضح بيه الفكرة اكتر. لو انت عندك ولدين وانت عارف انهم بيحبوا الكورة وبيحبوا لون ايه وبيحبوا يلعبوا ازاي وطريقتهم وامكانياتهم وتفاصيل كتير، فجبت ورقة وقلم وكتبت الآتي: هاخدهم ونروح نلعب كورة، واعرض عليهم تيشيرتات معينة، فلان هيختار لون كذا وفلان هيختار لون كذا، فلان هيقول انا عايز ابقى حارس مرمى وفلان هيقول عايز اشوط الكورة، فلان هيشوط الكورة برجله اليمين وهتدخل المرمى لان فلان لسه ما تعلمش يمسك الكورة ازاي، وهكذا. ولما تروح بالفعل تلاقي كل حاجة انت كتبتها حصلت بالحرف. اختاروا الالوان اللي انت حددتها وكل واحد لعب بالشكل اللي هو بيحبه، والكورة اتشاطت بالرجل اليمين فعلا ودخلت المرمى زي ما مكتوب بالظبط. السؤال بقى: هل انت اجبرتهم على كل ده بالمكتوب في الورقة، ولا كله كان بإرادتهم والمكتوب ده كان قدر طبيعي يحصل لمعرفتك بيهم؟ ولله المثل الأعلى. ربنا عالم بكل شيء هيحصل واي تصرف انت هتعمله من قبل ما تعمله، ما اجبركش عليه ولا خلاك تعصاه او تطيعه وانت مسلوب الارادة. فبالتالي احنا بنتحاسب على اللي عملناه واتكتب، وهو عند ربنا اتكتب فعملناه. وموضوع حسن او سوء المصير ده مش شيء حتمي بالنسبة لنا حاليا، احنا ممكن نغيره ونخلي المصير سيء او جيد بارادتنا احنا وباذن الله طبعا، لكن هو حتمي عند ربنا لانه عالم الغيب فكاتب علمه للغيب ده ومفيش حاجة ممكن تغيره. ده بالنسبة للمصير. أما بالنسبة لأقدار الإنسان في الدنيا فممكن الدعاء يغير حاجات كتير، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كده: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. يعني مثلا لو في حد مريض ودعا ربنا أنه يشفيه وأخذ بالأسباب كلها ممكن ربنا يشفيه، ولو أدى صلة الرحم ممكن يطول في عمره كمان، لكن لو كان ما دعاش أصلا ولا عمل أي حاجة كان ممكن يموت بالمرض ده ويبقى عمره قصير، وده شيء ملوش دعوة بالمصير. أو لو حد كان هيحصل له حادثة فكان دايما بيدعي ربنا وبيعمل خير كتير فربنا حفظه من الحادثة دي بشكل عجيب جدا، وكتير مننا شافوا ده فعلا. فتغيير القدر شيء يسير على ربنا، والدليل في الآية دي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله العظيم. ده بالنسبة لأقدار الدنيا. أما المصير المحتوم اللي مفيش فيه تغيير ده بيكون بناء على سعي الإنسان في الخير أو في الشر، وبياخد جزاءه يوم القيامة بدون نقص أو زيادة، ومفيش حاجة بتغيره لأن ده متعلق بقوانين إلهية. شوف ربنا قال إيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. يعني الأقدار اللي متعلقة بأحداث ممكن تتغير في الدنيا بإذن الله، لكن الأقدار اللي متعلقة بقوانين لا يمكن تتغير وبإذن الله برضو، والله أعلم. في الآخر إحنا مش شرط نعرف حكمة ربنا إيه في كل حاجة بتحصل، لكن شرط نستقيم زي ما أمرنا ونقول سمعنا وأطعنا. الالتزام هو الطريق الوحيد اللي فيه النجاة، وهو ده اللي نعرفه حاليا ونقدر نغيره للأحسن والأحسن بإذن الله. فخلينا ما نضيعش وقت في حاجات ممكن تعطلنا وتشغلنا عن تحصيل أجر هو اللي هينفعنا في الآخرة إن شاء الله. ربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. عرف المعلومات دي لغيرك وما تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير.
كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله. سلام.